عليكم شباب، وياكم مرتضى جلي. حاوي شركة ريلمي تسابق الشركات. شلون؟ شركة ريلمي بعد ما نزلت ريلمي 8 و 8 برو عندها جهاز هو ريلمي 8 اس. هسه هذا الاس مرات بالشركات يجي احدث، يجي افضل مواصفات، يجي فتشي يختلف عن الاجيال السابقة او الاجهزة السابقة، لكن شركة ريلمي عندها معيار مختلف بهذا الجهاز. هذا الجهاز راح يجينا بشاشة مقاس 6.5 فول اتش دي بلس من نوع سوبر اموليد، او بعض التسريبات تقول من نوع اموليد. هسه الشاشة ما شفناها بالتسريبات شنو شكلها، لكن من المحتمل انه شاشة كاملة، والكاميرا الامامية راح تكون احد زوايا الجهاز. هذا نفس الموجود بالريلمي 8 العادي، مع انه هذا الجهاز يجينا بمعالج من ميديا تك هو الدايمنسيتي 810. هذا المعالج واحد من المعالجات ينطيك اداء فوق المتوسط. نعم حلو، مع انه هذا الجهاز يجيك برامين 8 جيجا و6 جيجا، حطها في بالك، مع انه 128 256. يعني هذا الجهاز اذا جانا رام 8 256 راح يكون افضل من ريلمي 8 128. هذا يجيك 256 اكيد راح يجيك اداء افضل من ذاك الجهاز. هذا الجهاز يجينا بنظام الاندرويد 11 ساندر، وهواي من اجهزة ريلمي ناس جاي تعاني من التحديثات الاول باول. ليش ريلمي ما تستعجل بالتحديثات؟ مع ما انه نظامها قريب الخام، المفروض اول واحد هي تنزل تحديثات. بالنتيجة يجينا مع واجهة ريلمي اليو اي 2.0، ممكن احدث واجهة تجي الريلمي ينزل على هذا الجهاز. البطارية هي 5000 ملي امبير، يمكن سمعتوها هواي على اجهزة ريلمي او هواي على اجهزة 2021 5000 ملي امبير. دعم الشحن سريع اللي 33 واط، واحد من الاشياء الحلوة. يعني جهاز متوسط شحن سريع 33 واط، بطارية 5000 ملي امبير، كاميرته الأساسية العدسة الأساسية 64 ميجا بكسل، واحد من الأشياء الحلوة. ريلمي تصويرها حلو بال 64 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية راح تكون 16 ميجا بكسل. أنا أشوف تصويرها راح يكون عادي، هذه التسريبات مو إعلان رسمي ولا مراجعة، هو هذا النتيجة. يعني 16 دائما تعطيك تصوير عادي، ال 64 تعطيك تصوير حلو بالنسبة لأجهزة ريلمي. هذا الجهاز حسب ما تقول التسريبات أنه راح يكون من 200 دولار إلى 250 دولار. هذا جهاز سعره اذا عبر 250 دولار لا سعره غالي كلش، اذا جهاز اقل من 200 دولار راح يكون من الاسعار الحلوه اللي تكون ما يقارب 310,000 عراقي. نهايه الفيديو، اتمنى انه يعلن عن هذا الجهاز، مع ما اجهزه ريلمي اغلبيتها جاي تجينا العراق، فنتمنى ان يعلن عن هذا الجهاز ويجينا العراق نجربه، نعطي التجربه الشخصيه لهذا الجهاز. اجهزه ريلمي انا يعجبني بها الواجهه والتصميم شيء حلو، بعض الاجهزه بها كاميراتها حلوه والاداء، اما بعض الاشياء ممكن انت راح تلاقي بعض الصعوبات، مثلا بها حراره، مثلا البطاريه مرات تصرف شحن مرات ما تصرف شحن، هذا حسب مواصفات الجهاز. نهايه الفيديو، اتمنى اعجبكم الفيديو، لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناه. وياكم مرتضى الجلي حاوي، وفي امان الله.